خلينا نحل السؤال رقم 3 اللي تركت لكم اياه مره واجب عشان انتم تدبروه. خلينا نعرف بس الحل تاعه. حل المثلث، حكينا ايش كلمه يعني حل المثلث، يعني جد جميع اطوال اضلاعه، جميع زواياه، يعني اكتب جميع عناصره. لام ميم نون، لام ميم نون، برسم رسمه سكتشك على السريع وبسميها لام ميم نون، قائم الزاويه في ميم، اذا هذه زاويه قائمه، اذا هاي اول زاويه عارفين قياسها. ميم نون 4 سنتي، هاي 4، ولام ميم، لام ميم يساوي 2، اذا عن طريق فيثاغورس بقدر اطلع لام نون، اذا لام نون تربيع يساوي 4 زائد 16. طبعا عارفين ليش 4؟ 2 تربيع زائد 4 تربيع يساوي 20، اذا لام نون يساوي جذر ال20. اللي بقدر اكتبه بطريقه ثانيه اذا حبيته، ال20 هي عباره عن 4 في 5 وجذر ال4 بيساوي 2، اذا 2 جذر 5، اذا هذا عباره عن 2 جذر 5. انا هي خلصت من مين؟ خلصت من اطوال الاضلاع. اذا كيف بدي اطلع الزوايا؟ ما عندي انا هون الا اني استخدم النسب المثلثيه، يا اما الجيب يا اما الجتا يا اما الظل. وهنا صراحه لانه الثلاث اضلاع معلومه عندي، اذا انا من حق استخدم اي نسبه مثلثيه انا حبيت. فانا مثلا بدي استخدم، بدي اطلع قياس، يعني بدي اطلع قياس الزاويه نون، بقول جيب نون مثلا، اذا حبيت استخدم الجيب يعني جيب نون بيساوي المقابل اللي هو 2 على الوتر اللي هو 2 على جذر 5، اختصرها بيطلع جيب نون يساوي 1 على جذر 5، ومنها نون ايش تساوي؟ تساوي جيب انفرس ل 1 على جذر 5، ومنروح حاسبينها على الكالكوليتر. طبعا كيف نحسبها على الكالكوليتر؟ بنروح هون بنمسح اول شيء، حكينا بالكالكوليتر كيف بنسوي، بنجيب 1 على جذر 5 اول شيء، بنجيب نكتب 5 بنطلع جذرها بيطلع هيك، بنجيب مقلوبها، في بعض الالات بتلاقي المقلوب موجود، بس اذا حبيتوا انه نخليها موجوده اللي هي 2 و24%، خلينا حافظين 2 و24%. اذا بدنا نقسم 1، لانه بجيب مقلوبها، تقسيم 1 او 2 و24%، اسف اعيدها، 1 تقسيم 2.24%، اذا هذا هو المقلوب. كويس، هذا المقلوب اللي هو 1 على جذر 5، هذا القيمه هي 1 على جذر 5. بدنا نطلع الانفرس تاعها، اذا بنجيب هيك اللي هو ساين انفرس لهذا القيمه، اوكي، وبنقول له ايش يساوي، اذا هي عباره عن راح تكون فاصله مثلا 4 4، وبعدين بعمل له ساين انفرس بيطلع 26.1، يعني بنحسبها على الكالكوليتر بشكل بسيط جدا. وهذا بيعتمد صراحه على قوه الحاسبه اللي بتستخدمها، الاله هاي اللي موجوده مع الكمبيوتر مش كثير قويه، في الات افضل منها وبتحسب بسرعه وبتخزن العدد وبتعمل المقلوب وكل الحسابات اللي انت تحتاجها. يلا خلينا نحل الباء. سين صاد عين مثلث قائم الزاويه في صاد، اذا راح يطلع لنا هيك سين صاد عين، شوف بسرعه رسمه سريعه، سين صاد عين قائم الزاويه في صاد، كويس، فيه سين صاد 3 سنتي، سين صاد 3، هاي 3 سنتي، وقياس الزاويه سين يساوي 60 درجه، سين 60 درجه، والله هذا سهل السؤال، ممكن نمشي فيه على الخواص اللي تعلمناها. اذا هذه الزاويه سين 60 درجه، اذا زاويه عين قديش تكون؟ 30 درجة. أخذنا نظرية قبل شوي إنه الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي 3 سنتي، إذا الوتر على طول راح يطلع 6 سنتي، ضعف طول الضلع المقابل للزاوية 30. إذا بسهولة ممكن نحسب مين؟ اللي هو صاد عين. بأكثر من طريقة، أنا صراحة أحسب النسب المثلثية مش راح أشتغل على فيثاغورس. فبقول مثلا جتا ال 60، أو لا ما بدي جتا ال 60، أنا بدي جتا ال 30، آسف. جتا ال 30 تساوي المجاور اللي هو صاد عين على الوتر اللي هو 6، اذا صاد عين يساوي 6 ضرب جتا 30 درجه. طيب كيف نحسبها هاي؟ احنا حافظين عن غير بس جتا 30 اللي هو جذر 3 على 2، شوف بدون كالكوليتر 2 فيها 1 2 فيها 3، اذا الجواب يطلع 3 جذر 3. لو بدي احسبها تقريبا
يعني الجذر 3 تقريبا قديش؟ 1.7 من 10، يعني كأنه 3 ضرب 1.7 من 10. هذا إذا حبيت أحسب الحسبة هذه بشكل يعني كسور 10. الآن جيم ألبا جيم مثلث قائم الزاوية في باء فيه جيم الزاوية جيم يساوي 5 من 10 وألف جيم 14. شو بدي أنا نطلع منا نحل المثلث؟ هو ما أعطانا زوايا. طب خلينا نشوف شو اللي أعطانا إياه. هو أعطانا مثلث قائم الزاوية، إذا هاي زاوية من الزوايا أنا بعرف ألف با جيم قائم الزاوية في باء، إذا هاي أول زاوية بعرفها. فيه ألف جيم اللي هو الوتر 14، ممتاز. وقال لي جيب جيم، جيب جيم يعني هذه جيم، جيب الزاوية جيم. طب إحنا نعرف إنه جيب جيم شو بيساوي؟ بيساوي المقابل اللي هو ألف باء على الوتر اللي هو 14. طب جيب جيم أنا بعرف كم قيمتها، 5 من 10 يعني نص. يعني إذا بتحب تكتبوها هيك أو تكتبوها 10 زي ما بدكم. ألف باء على 14 اضرب تبادلي، شايف كيف؟ صار 2 ألف باء يساوي 14، معناته ألف باء يساوي قديش؟ 7. هاي طلع 7 على طول. إذا أنا بس أعرف إنه الضلع المقابل للزاوية يساوي نص طول الوتر، إذا معناته بعرف إنه هاي الزاوية 30، إذا هاي 60. خلص انتهى السؤال. ممكن على فيثاغورس أو على جيب التمام أقدر أطلع إيش؟ اللي هو الضلع باجي. السؤال اللي بعده دال دال هاوا مثلث متساوي الساقين، ما قال قائم الزاوية، وقائم الزاوية في حكى قائم الزاوية، إذا متساوي الساقين وقائم الزاوية، إذا كل زاوية من زوايا إيش تكون قياسها 45 درجة، إذا راح يكون هيك مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين. هذا مر علينا المثال قبل هيك، هذا واحد وهذا واحد، إذا هذا تكون جذر 2 حسب نظرية فيثاغورس، إذا هاي الزاوية راح يكون 45 درجة وهي الزاوية 45 درجة. هسا للعلم هذا المثلث وهذا المثلث من المثلثات التي تحفظ بشكل كامل حتى نقدر من خلالها نستنتج قياسات الزوايا الخاصة لو 30 60 45. فإذا كان هذا طوله 1 هذا بيكون طوله 2 هذا بيكون طوله جذر 3. ومنها بنطلع الجيب وجيب التمام والظل للزوايا الخاصة لهم 30 60 45.